اهلا بحضراتكم، لكم التحيه. وبنحاول كده دايما في الجزء الثاني من الحلقه يعني نطرح موضوعات يا رب تكون بتفيد حضراتكم. النهارده هنتكلم في ايه في الجزء الثاني من الحلقه؟ فاكرين الاول اول ما ظهر زمان الفوتوشوب وتركيب الصور، كنا نلاقي كده وش حد وحطت عليه جسم حد تاني بلبس تاني بحاجات كده غريبة. فكرة الفوتوشوب أول ما طلعت لو تفتكروا يعني خربت بيوت ناس كتيرة قوي بسبب الناس اللي كانت بتزيف الصور على وشوش معينة، ده عملت مشاكل كتيرة جدا. كنا ساعتها قلنا لحضراتكم إنه مش كل اللي تشوفه أرجوك تصدقه، لأن الموضوع ده عمل مشاكل كبيرة وخرب بيوت كتيرة قوي قوي وعمل مشاكل كتيرة جدا في البيوت، بعض البيوت المصرية. دلوقتي بقى الموضوع ده اتطور بشكل مرعب. ما بقتش خلاص كلنا بقى عرفنا قصة الصورة، لا دي متركبة. موضوع اتطور بشكل مرعب. ظهر برامج مع ظهور الذكاء الاصطناعي، ظهرت برامج بقت مرعبة. يعني قعدنا نقول لحضراتكم انه الذكاء الاصطناعي ده مفيد وافاد بالفعل البشرية في كذا وكذا وكذا، لكن في برامج اتعملت باسم الذكاء الاصطناعي تعمل فيديوهات بالصوت والصورة لاشخاص ملهمش اي علاقة بمحتوى الفيديو. لازم ناخد بالنا منها كويس قوي، لانه البرامج دي وبرامج كتيرة اسمها التزييف العميق، يعني الاسم بتاعها اسمه كده التزييف العميق. دي مشكلة كبيرة قوي. اولا هي مقابلة العالم كله، يعني عايز اقول لحضراتكم مش مشكلة مقابلنا احنا في مصر بس، لا دي مقابلة العالم كله. درجة ان هم بعد ما عملوا التطوير والتطور ده طلعوا قالوا ايه ده، ده احنا حطينا نفسنا في مشكلة، طب هنعالج القصة دي ازاي؟ دي خطورة هذه البرامج. فدي مشكلة مقابلانا وهتقابلنا كتير فيما يتعلق بقى بالأمن والسلم المجتمعي، لأنه احنا لسه ما عرفناش ازاي أتأكد من صحة الفيديو اللي أنا بشوفه ده، وهل فعلا الشخصية دي قالت الكلام ده ولا لأ. طيب أنا كمان محتاج إن أنا أعرف إزاي أصدق ولا ما صدقش الفيديوهات دي. نعمل إيه؟ هل ممكن نعرف نكتشفها إزاي؟ هنحاول نعرف ده من ضيفنا في الجزء الثاني من الحلقة. هيشرفني المهندس أحمد طارق خبير الأمن التقني، هنتكلم معاه في الجزئية دي ولحضراتكم أمثلة كمان، لأنه وفي تفاصيل كتيرة في موضوع التزييف العميق، لأنه الذكاء الاصطناعي بقى مخيف لدرجة أنه أصبح خطر بيلاحق البشر وكمان بيلاحق الدول. ده اللي هنتكلم فيه، هيبقى موضوعنا في الجزء الثاني من الحلقة. نبدأ بإيه؟ نبدأ باجتماع سيادة الرئيس السيسي النهاردة. كان في اجتماعين مهمين عن شبكة الطرق، مشروعات النقل على مستوى الجمهورية، وجهود صيانة شبكة الطرق القومية اللي المفروض اتعملت عشان تسهل الحركة والتنقل لينا كمواطنين وكمان للبضائع وحاجات تانية كتير. طيب خلينا نعرف أهمية فكرة صيانة شبكة الطرق. يخليني أرحب على التليفون بالدكتور حسن المهدي أستاذ هندسة الطرق. يا دكتور حسن مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ عزة، أهلا بيكي أهلا بحضرتك، وجودي معاكم في برنامج إطلاع التحرير وصدى البلد، أهلا وسهلا. ده شرف لي يا دكتور حسن. دكتور حسن، فكرة أنه الطرق لسه تعتبر جديدة، ومع ذلك عندنا فلسفة صيانة الطرق، قولي فكرة صيانة الطرق في البداية كده دي فايدتها ايه؟
يعني هو الصيانه بشكل عام هي عصب الحفاظ على الاصول، يعني اي اصول لو كان عندنا ثروه عقاريه، يعني مصانع ومعدات ايا كان، لابد حتى اللي بيشتري عربيه لو ما كانش هيعمل الصيانات المكتوبه في كتيب المستخدم، اللي هيحصل ان عمر المنتج او السياره اللي بيشتريها او ايا كان ايه هي او المكنه اللي بيستخدمها كوسيله للانتاج هيقل. يبقى اذا خلينا نتفق ان الصيانه هي عصب الحفاظ على الاصول والاستثمارات اللي ضغطتها الدوله في قطاعات التنميه المختلفه ومنها قطاع النقل. نعم. فده المقصود بالصيانه، والصيانه لها مراحل ولها ادوات ولها عايز اقول انواع من الصيانه فيما يخص شبكه الطرق. عندنا الصيانه الوقائيه والصيانه الروتينيه والصيانه عايز اقول الشامله واعاده الانشاء، كل ده على حسب الحاله الفنيه. بس خليني اقول لك ان هناك علاقه ما بين انا بتدخل بالصيانه امتى وبدفع كام، يعني كل ما بالضبط كده. خلينا اشبهها زي ما الطبيب لما بيكتشف المرض بدري عند المريض بيديله علاج وتبقى الريسك او الخطوره قليله ويبقى فرص الشفاء اكبر. ومن هنا بنقول اهميه الصيانه انها بتوفر علينا. صحيح صحيح، بتوفر وبتحافظ على المليارات اللي اتدفعت في هذا الامر. وكثير من دول الجوار الاقليمي اللي عندهم يمكن شبكه المرافق بسبب ان هم عندهم اقتصادهم ومواردهم اكتر، فشبكه المرافق بشكل افضل، لكن هم برضو بيعملوا برامج لاداره الصيانه والحفاظ، حتى بيسموها ايه هيلث مانجمنت، لان هي فعلا يعني يقولوا انفراستراكشر هيلث مانجمنت، لان هي بحافظ على صحه المرافقين. بالظبط بالظبط، ودي من هنا المتابعه مهمه جدا فيما يتعلق بصيانه الطرق. طيب مظبوط. دكتور حسن، ايه اللي قدمته الطرق الجديد لينا كمواطن؟ اتفضل. يعني لو تحدثنا عن المشروع القومي للطرق، هو كان الاساس بتاعه ان انا احقق ظهير تنموي في كل محافظات الجمهوريه، وان بدل ما كان شبكه الطرق مرتبطه بمسار نهر النيل ماشيه بمحاذاه وادي النيل، وكان حتى التكدسات والعمران وكل الحياه حوالين 6% من مساحه مصر، لان الباقي كان غير مأهول نتيجه وجود عدم مرافق وبنيه اساسيه. الدوله بدات تعمل شبكات المواصلات، والمشروع القومي للطرق ربط مفاصل الدوله شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بمحاور طوليه وعرضيه، عملت ايه المحاور دي؟ ايوه. الهدف البعيد ان انا كنت اعمل مشروعات تنميه مستدامه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني استخدم الصحراء وازرعها، يبقى في مشروعات تنميه زراعيه. تمام. مثال لكده الفرافره والعوينات وتوشكا والدخله والضبعه والدلتا الجديده ومستقبل مصر والمليون ونص فدان، دي كلها مشاريع استصلاح زراعي اضافت ملايين الافدنه اللي بتنتج على ارض الواقع، ويستطيع المواطن انه ينزل ويشوف المحاصيل والانتاج اللي بتطلع من هذه المناطق. لو لم يكن ودي ما كانتش هتشتغل او هنقدر نستفيد منها او تبقى موجوده في الاصل الا لما تتعمل شبكه طرق. بالظبط، لان هو ببساطه هوصل ازاي عشان ادق ابار واستصلح ارض وانقل مستلزمات زراعه ازاي، وازرع وانقل محاصيل زراعيه ازاي من غير ما يكون في عندي بنيه اساسيه اولا. وعلى راس البنيه الاساسيه يا استاذ عزه بيجي الطرق، لان الطريق بيتعمل قبل الميه والصرف وقبل الكلام ده، يعني الطريق ينشا في الاول لتمهيد الارض. أيوة. ثم تاتي الميه وتاتي الكهرباء عشان نبتدي نزرع، وانظمه الزراعه الحديثه اللي بنستخدم فيها الري المحوري وبنستخدم فيها الطاقه الشمسيه وغيرها، كل هذه الامور موجوده على الارض ويستطيع المواطن. يعني انا كشاهد عيان على هذه المشروعات كنا بنعمل الطريق، بنشق الطريق والارض جبل لا يوجد حياه. أيوة. ومجرد ما الطريق اتمهد بتلاقي حضرتك يا اما مشروعات تنميه زراعيه قامت على جانبي الطريق، واحنا شغالين في الطريق وقبل ما نخلص بنلاقي ان الابار اتعملت والارض اتساوت وبدات تتزرع، او نلاقي مدن عمرانيه جديده بتتعمل، او نلاقي مناطق صناعيه، او نلاقي استغلال الثروات الطبيعيه من محاجر ومناجم وغيره. اتفضلي. البدايه بتبقى الطريق. صحيح، هو شرايين الحياه. ايوه. بالنسبه لي انا كفرد، بالنسبه لنا احنا كافراد، فرقت معانا في ايه؟
الاستفاده المباشره للمواطن ان مشروعات النقل يا استاذ عزم من مشروعات كثيفه العماله، والدول اللي مرت بنفس التجارب الاقتصاديه اللي مرت بيها مصر كانت بتتجه لهذه النوعيه من المشروعات كثيفه العماله بهدف ان انا اوظف اكبر قدر ممكن من الموجودين من اهل البلد علشان ان انا اقلل من معدلات البطاله والتضخم، وهذا ما حدث في مشروعات النقل بشكل عام. لما نلاقي ان المشروعات دي وظفت آلاف المصريين، وكل موظف سواء مهندس أو عامل أو فني أو حتى الصناعات التكميلية، لأن مش بس الطريق هو الناس اللي شغالة بتنشئ الطريق، لا ده في صناعات أخرى مكملة ومصانع بتنتج مواد بستخدمها في هذا الإطار، فكل هذه الأمور ساهمت، ده المساهمة المباشرة. أما المساهمة غير المباشرة، لو قلنا مثلا الحد من الحوادث وتكلفة الحادثة كان الفتاليتي والإنجريز والوفيات اللي بيحدثوا من الحوادث، الشهادة بتاعت المركزي للإحصاء للتعبئة العامة والإحصاء بيقول إن شبكة الطرق القومية الجديدة ساهمت في الحد من الحوادث بنسب تتراوح من 25% ل 40%. دي كمان فايدة تاني. أنا أيوة طبعا بحافظ على أرواح الناس طبعا وبقلل من الحوادث، سواء إذا كان تلفيات فقط، يعني معناها إن واحد تحويشة عمره في عربية صحيح خلص وباظت، لو الحكاية مش مستحملة، أو لا قدر الله حد تعور أو حد توفى، ده كله من المنافع. كمان تقليل زمن الرحلات النهارده حضرتك، يعني لو حقيقه احنا كلنا حاسينها بقى الجزئيه اللي حضرتك تتكلم فيها دي يا دكتور حسن. صحيح، يعني النهارده لما نتكلم عن داخل مدن بقى يا استاذه عزه، خلي بالك ان كمان الدوله بعد ما اكملت الشرايين الرئيسيه بدات داخل المدن تشوف المناطق المكتظه بالكثافات المرورية العاليه. يعني لو تحدثنا عن اقليم القاهره الكبرى نتكلم عن الطريق الدائري، مناطق مصر الجديده، مدينه ناصر، نتكلم عن جهان السد، محور جهان السادات، محور العطار، نتكلم عن الفريق كمال عامر صحيح الجيزه، كل هذه الامور صحيح. يعني المواطن بيشوف توسعه كوبري محور 26 يوليو وحاليا برضه تطوير كوبري 26 يوليو تحت الدراسه، فكل هذه الامور يسرت. وبرضه عايز اقول لحضرتك ليه احنا بنعمل كده، وفرت عليا كمان كمواطن، وفرت عليا وقت، وفرت عليا مجهود، وفرت عليا. انا بس عايز اقول في عجاله ان احنا كنا سنه 86 تعداد سكان مصر كان 48 مليون نسمه، احنا دلوقتي سكان الداخل عدى ال 105، فما كانش ينفع يا استاذ عزه ان انا افضل على نفس البنيه الاساسيه اللي موجوده. فانا لما بعمل شبكه طرق، الدراسات اللي عملناها مع المكاتب الاستشاريه الاجنبيه ومنهم الجايكا اللي هي هيئه التعاون الدولي الياباني، قالت ان بعد 2010 لو ما وجدتوش حلول سريعه لشبكات النقل هيبقى اقليم زي القاهره الكبرى جراج كبير. الكلام ده موثق وموجود. ايوه ده كلام علمي موثق وموجود. تمام يا فندم. تمام. تمام تمام. دكتور حسن، اهتمام كبير بالخط الاول والثاني وخطوط المترو بشكل عام، برضو قياسا باللي حضرتك عطفا على اللي حضرتك قلته بزيادة، هو تكملة للسياق الحديث حضرتك، يعني السؤال بتاعك في نفس السياق او يعني سؤال ذكي. احنا عندنا مترو الانفاق ليه عملناه؟ لان احنا عندنا اقليم القاهره الكبرى بيضم عدد سكانه يتجاوز ال 22 مليون نسمه، وده تعداد سكان دول. فطبعا لما انشانا مترو الانفاق في الثمانينات كان هناك برضه من يتحدث انتوا ليه بتعملوا مترو انفاق وانتوا لاقيين فلوس والكلام ده. طبعا لو ما كناش عملنا مترو الانفاق يا استاذه عزه احنا الكلام ده كان بيتقال اول ما ابتدت مصر تفكر في مترو انفاق. ايوه يا فندم. ايوه كان بيتقال نفس الكلام. بتفكروا ليه وفي زي ما دلوقتي انتوا بتعملوا قطارات سريعه ليه؟ طب ما هو الكلام ده اتقال لما كنا بنعمل مترو الانفاق. عشان كده انا بقول لحضرتك ان المواضيع ليست بالجديده، لكن انا بقول بقى ردا الرد اللي بالارقام، مترو الانفاق يا استاذه عزه بينقل 3.7 مليون راكب في اليوم دلوقتي، في اليوم مش في الشهر. خبر ابيض. فماذا لو لم يكن لدينا مترو انفاق؟ كان اقليم القاهره الكبرى هيبقى فيه شلل مروري. النهارده يا استاذه عزه لما بيعطل المترو لا قدر الله ايه اللي بيحصل، او الكهرباء بتقطع، الناس ما بتروحش شغلها ولا مدارسها، الحياه بتقف، واللي بيتاخر على الامتحان وغيره. ليه؟ لان مترو الانفاق هو وسيله سريعه ما هياش بعيده عن الازدحامات السطحيه، بيمشي تحت الارض بسرعه مقبولة وبيوصل الناس في زمن قياسي. كل هذه الأمور مردود لمترو الأنفاق، وده السبب أن أنا بتوسع في إنتاج إنشاء الخطوط زي الخط الرابع والسادس على قدم الوساق، بالإضافة لاستكمال تطوير الخطين الأول والثالث. يعني أيوه صحيح.
بشكرك فندم للتوضيح، بشكرك دكتور حسن المهدي، شكرا. أخبار انتشرت عن ظهور متحور جديد لكورونا إيرس، انتشر في دول كتيرة، وبعد تصنيف منظمة الصحة العالمية للسلالة الجديدة إنه متحور جديد لكورونا، وإنه موضوع مقلق جدا. سبب القلق إنه سريع الانتشار، موجود في دول كتير، أو حاليا هو موجود في دول كتيرة، يقال إنه موجود في دول كتيرة، والمسألة واخدة اهتمام بشكل كبير. خليني أرحب بدكتور فؤاد عودة خبير الصحة العالمية، أهلا بحضرتك معنا يا دكتور. دكتور فؤاد مساء الخير يا فندم. مساء النور، مساء النور للجميع. أهلا بحضرتك، أهلا بيك دكتور فؤاد. إيرس ظهر في كم دولة لغاية دلوقتي؟ حاليا يعني آخر أخبار، لأنه يوميا في عنا أخبار، أزيد من 50 دولة حاليا سجلت رسميا المتحور AG5 أو المعروف إيرس كورونا فيروس. أيوه، لغاية دلوقتي أكثر من 50 دولة. طيب أعراضه إيه؟ الخوف منه إيه؟ قول لي تفاصيل عنه. نعم، عشان توضيح الصورة لجميع الأصدقاء اللي بيسمعونا، اليوم بنتكلم عن أوميكرون ومتحورات أوميكرون. ووصلنا أزيد من 600 متحور من بداية ظهور أوميكرون. نعم. ظهور أوميكرون سجل نقطة هي بداية نهاية الفيروس كورونا فيروس. ليه؟ تمام. لأنه الأعراض خفيفة، أعراض لا تسبب نسبة عالية إن الذهاب إلى المستشفيات وإلى الغرف الإنعاش. بالنسبة للمتحور الأخير، تقريبا في العالم 18% من المصابين في المتحور إيرس، 20% في آسيا نسبته، 10% في أوروبا، 7% في أمريكا الجنوبية. تمام. ولا يسبب أعراض أزيد من الأعراض اللي إحنا كنا نشوفها مع الأوميكرون، لأنه الأوميكرون أعراض خفيفة. أوميكرون كان بيحتاج أدوية أكتر، فهل هل ممكن نخلط إحنا كبشر يا دكتور فؤاد ما بين أعراض المتحور الجديد وما بين دور البرد العادي؟ الفرق ما بينهم إيه؟ في اسباب لابد من الاسباب ليش احنا في شهر 8 و7 بدينا نتكلم كثير عن كورونا فيروس، لانه المناعه اللي كان بالنسبه للتطعيمات انخفضت بشكل كبير، التجمع في الصيف كثير، ومشكلة البيئة. احنا نتكلم دائما عن الفيروس والوبئات، وقليل من الناس يتكلمون عن اسباب وخصوصا البيئة وتغير درجة الحرارة. في شهر 7 كانت درجات الحرارة اعلى درجات حرارة في العالم، ولا شهر شفنا مثل شهر 7. يعني ارتفاع درجات الحرارة هي سبب في انتشار الإيرس أو المتحور الجديد؟ لا، درجات الحرارة بتسبب من ناحية المناخ ومن ناحية البيئة تسبب طفرات جديدة وليس فيروسات جديدة. أي الطفرات الجديدة؟ طفرة إيرس، ما صفة الطفرات اللي تكونت في متحور إيرس؟ هو إنه عنده قدرة إنه تدخل للخلايا أقوى من آخر متحورات أوميكرون، وليس أول متحورات. عشان هيك في فترة قليلة وصلنا لأزيد من 18% نسبتها. بس الخبر
الجيد والمهم بالنسبة لجميع الأصدقاء اللي بيسمعونا إنه الأعراض غير خطيرة وفيش خوف وفيش احتمال إنه يكون إيريس أقوى من المتحورات السابقة. ليه علاج معين؟ العلاجات هي دائما الوقاية وفي نفس الوقت اللقاحات وبتعلق في المصاب، لأنه المعادلة ما هي قوة الفيروس وقوة الشخص المصاب. أي. كل ما كان الشخص المصاب عنده أمراض سنين أزيد أو عنده ضعف في المناعة أو عنده أمراض سكري سرطان أمراض الدم أمراض القلب، لابد أنه يغدى ضعف، عشان هيك الفيروس بغدى أقوى من جسم الإنسان. ليش؟ لأنه جسم الإنسان ضعيف. أيه أيوه. يبقى تقوية المناعة. الحاجة التانية إنه سهل جدا نخلط ما بينه وما بين دور البرد، فبالتالي هو ملوش أدوية معينة. نعم، وإحنا لازم نعرف إنه بالنسبة للقاح هو يقاوم الأعراض الخطيرة. أيوه. يقاوم الدخول إلى المستشفيات. وبعدين في عنا الأدوية، الأدوية تعالج الأعراض. اللقاح هنا حضرتك تنصح الناس بأنه اللي ما خدش اللقاح ياخده؟ في هذه الحالة احنا سوينا نداء كرابطة طبية أوروبية شرق أوسطية لمنظمة الصحة العالمية. لابد كل علماء العالم بالخبرة اللي صارت عنا مع الكوفيد نوصل لها لقاح اللي يقاوم أكبر عدد ممكن من الفيروسات. تمام. ومن متحورات الفيروسات. تمام. ليش؟ لأنه اللقاح اللي كنا نستعمله قبل 3 سنين مش مثل اللي قبل 2 سنين ومش مثل قبل كمان شهر، لأنه المتحورات باستمرار بتتغير. لازم نوصل للقاح أونيفرسالي اللي يقاوم كل المتحورات. ما هو الاحتمال؟ دراسات كبيرة اللي بنعمل عليها على البروتين سبايك، ولأنه كل الطفرات وكل أسرار قوة الفيروس. قوة الفيروس هي نوعين، قوة انتشاره أو قوة إنه يسبب أعراض خطيرة. نشوف كيف بدنا نقاومه في اللقاح وفي المناعة القوية. تمام، لكن إحنا سهل إنه يختلط علينا الأمر ما بين دور البرد وما بين إرث. لابد، لانه بالنسبه للتشخيص، التشخيص امراض كثير صعب الا لما يعمل الواحد فحوصات دقيقه توضح الفرق. تمام، هذا لابد منه. لازم، عشان هيك النصيحه اللي بنقدمها والنداء يعني للجميع انه الوقايه اهم شيء واهم علاج واحسن علاج. بشكرك دكتور فؤاد عوده، بشكرك شكرا جزيلا. كنت دخلت الأسبوع اللي فات دكتور نفسي وكلمنا عن حادثة، شيء قاسي جدا وشيء مرعب الحقيقة ومخيف وشيء غير إنساني. إنه بتكلم على الحادثة بتاعت منطقة الهرم، تكلم في أب حتى يعني هو في أقرب مشكلة بعد خروجه من السجن، اتخانق مع مراته، عنده 5 عيال، راح مموت مراته و4 من بناته موجودين في المستشفى، موت 4 من بناته في الطفلة اللي هي حالتها صعبة. ايه اللي حصل وليه الامر وصل لكده؟ لكن في مشاكل ما بينهم وما بين بعض قبل كده ولا لا؟ اليومين اللي فاتوا الحقيقة السوشيال ميديا كانت بتتكلم عن الحادثة دي لأنها حادثة مرعبة زي ما قلت لحضرتك. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من أخو الضحية، الزوجة كان اسمها رانيا الله يرحمها ويرحم كل اللي توفوا. خلينا نعرف تفاصيل من حمادة حسن شقيق رانيا. حمادة مساء الخير يا حمادة. الفل. أهلا بحضرتك والبقاء لله طبعا الأول قبل كل شيء. حمادة قولي هم كانوا أصلا على خلاف قبل كده، وطمني على اللي موجودين في المستشفى وقولي سبب الخلاف إنه يوصلوا إنه يقتل أختك وولادها إيه؟ والله أنا ملقيله مبرر لحد دلوقتي يا فندم. أنت نفسك مستغرب؟ مش لاقي مبرر اللي هو عمله ده لحد دلوقتي.
ايوه ده بني ادم كان كل شويه بهدلها ويزعلها، روحي عند بيت ابوكي تيجي هي وبنتها. ومره هي وبنتها ومره هي وعيالها كلهم. اخر مره دي جات على قبل العيد ب 10 ايام او بتسع ايام، العيد الكبير ده. قعدت معانا فل ومية ومية، عيدنا مع بعضينا وتمام. وجا اخوها وابن عمها قال لك لا تروح عشان خاطر عيالها. طب يا جدعان ده مبهدلها، طب ده خرب الدنيا معاها. قال لك اي حاجه عندنا احنا اللي مسؤولين قدامك. خلاص احنا مش وهي كل شويه روحوا لنا لعيالي، هي خايفه على عيالها منه هو. يعني هي لما كانت رانيا لما كانت بتغضب كانت بتيجي عندكم من وبتسيب عيالها؟ لا، مره تيجي بعيالها، مره كانت بتقول هسيبهم اشوفها هي قد المسؤوليه او مش قدها. العيال برضه هو ما كانش بيستحمل ويجي يزيحهم، يجي بعيتهم من وراها على طول، يعني ما كانش بيكمل جوز ايام او ثلاثه. تقولها اشوفها يستحمل ولا هيشيل مسؤوليتهم ولا لا، لكن هو ما كانش قد المسؤوليه يا فندم. وهي كانت خايفه عليهم في نفس الوقت، تقول لهم لا رجعوني لا يعمل فيهم حاجه. ايوه يعني فهو هو ما كانش عنده حاجه اسمها عياء، يعني اهم حاجه كان عنده الواد مش عاوز البنت. ايوه كان ما بيحبش يا فندم. واختي راضيه وعايشه. يعني هو متجوز عليها كمان مرتين. اتجوز عليها واحده قبل كده، تي قلنا ماشي اتجوز عليها دي، وخلت منها واد واختي، وكان بتروح تعيش مع اختي برضه بالثلاث ايام. اختي كانت بتعاملها معامله حلوه، يعني هي مش كانت محترضه في اي حاجه. كان بيعيشهم الاثنين مع بعض؟ لا، كان بيروح يعني تروح تقعد معها ثلاث اربع ايام، واختي كانت بتعاملها معامله حلوه. اختي عمرها ما راحت عندها، هي اللي كانت بتيجي عندها. كان بيبعت درتها تعيش عندها؟ كان بتقعد معاها باليوم وبالاثنين. واختي كانت قابله الوضع وكانت عايشه، وتقول طب وعشان خاطر البنات هتسيب بنات معاها عرسان على وش جواز يا فندم، هتسيبهم لواحد زي كده تعمل فيهم ايه؟ كل مره رجعوني. ابويا فضل برضه لما كان رايح يرفع قضيه عليه، وهي اللي مسكت سنينه واخويا كلنا وقفنا، قال لك لا انتوا كده هتوقفوا حالي عشان بنات. عشان بنات اروح عشان عيال. يعني هي رتا اثرت معاه في حاجه. طيب هي يعني من يوم ما اتجوزته يا حماده وهي في يوم حلو وهي في مشاكل؟ ما شافتش يوم حلو معاه والله يا فندم. طب لما واحده ما شافتش يوم حلو تخلف خمس عيال ليه برضه؟ ما كل مره تقول لك هجيب له الوقت، نفسه في الوقت، نصيبه كده يا فندم. يعني احنا هنخش بامر ربنا. يعني هي كانت مستحمله وخلفت خمسه علشان هي كانت عايزه تجيب له الواد. وهو كان بيقول لها ان هو عايز واد وما بيحبش البنات. ونصيب ربنا بيبعت بنت هنرجعها؟ لا طبعا، ده امر ربنا هنكفر فيه، ده حاجه بتاع ربنا. واللي يعني اللي بيقف مع البنات ويستطرهم دي ده بيخش الجنه على اللي نعرف. ايوه والله. أيوه اعلم. ايوه. طب هو حاول يضربها قبل كده يا حماده؟ كان بيضربها ويبهدلها يا فندم كذا مره، ونيجي بقول لك فضلنا لحد ما رحنا نرفع قضيه خل، مش مستنين ان هو يطلق. اختنا اغمى عليها وخربت الدنيا مع ابويا هنا، قالت له انت كده طب بتدمرنا، ما تشيلش ذنب العيال دي. ما كانتش عايزه يا عيني. ما تشيلش ذنب العيال دي، انت لو خلعتني منه هو هياخد من البنات دي، ومش عارف بقى هيودوهم فين. يعني هي كان اهم حاجه العيال. العيال العيال خايفه منه لا يبهدل العيال، يمشيهم في طريق غلط، يعمل فيهم حاجه. بس ده اب لا يتامن على بنات. وهو كان ممكن يمشي العيال في طريق غلط يا حماده؟ اللي علاني شفته وعمله كده يا فندم، ما تتوقعش منه. انت تتوقعي في بني ادم يعمل كده فيه؟ صعب. يعني انا مش متوقع ان في بني ادم يعمل اللي هو عمله دي، ده ما اتوقع منه اي شيء يكون. ايوه. وهو كان بيضرب العيال كمان؟ كان بيبهدل العيال ومعيشهم لمؤاخذه، فضل لحد على العيد دي ده سيدهم هو اللي كاسيهم، واخوالهم اللي واقفين معاهم وكاسيهم، حتى ما هنش عليهم يكسيهم. تحدي طب. يعني حتى تعد بتبقى فرحان وما نزلش يعايد معاهم، قال لهم تغوروا تعايدوا ما تعايدوش وعايد مع. طب وهو حاول، هو ضربها كتير قبل كده الله يرحمها وضرب العيال كتير يا فندم، لكن هل هو حاول يقتلها قبل كده هي او العيال؟ لا ما حصلش الكلام ده يا فندم، ما حصلش. دي اول مره، دي اول مره. هو كان بياخد مخدرات ولا حاجه يا حماده؟ هو 90% من الشعب يا فندم بيشرب مخدرات.
لا ده قرارك انت، ده صعب شوي اللي انت بتقوله، ده صعب شوي. لك هو كان بياخد، هو كان بياخد، هو بيشرب حشيش يا فندم، والحشيش ما بيعملش كده. اه فانتوا يعني عشان كده انتوا مستغربين. هو من نفس بلدنا يا فندم. اه عشان كده من نفس القريه اللي احنا عايشين فيها. طب يعني انتوا عارفينه؟ اه عارفينه. طب قول لي الا مين عايش من ولاده؟ مين عايش؟ اتنين حالتهم مستقره، واتنين بين الحياه والموت. لا اله الا الله. وواحده ماتت دفناها مع والدتها، ده قطع الرقبه يا فندم. ايوه. وقطع رقبه مرته، يعني ده راجل وشانق وقاطع ومشغل تسجيل وعنده الوعي. هو يعني بيقول انا عنده الوعي 100% وركب مكنه ومشي على طريق، يعني راجل فاهم وتشطف ولبس. اه عارف هو بيعمل ايه. يعني ربنا يطمنكم على اللي عايش يا حماده، والبقاء لله، البقاء لله. امين يا رب. اشكرك 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 يا حماده، شكرا. النهارده يا رب نقدر نقول كده ان دي بشرة، وانه ده امل جديد لعلاج مرضى السكر. النهارده هيئه الاغذيه والادويه الامريكيه وافقت على طرح عقار جديد لتاخير ظهور مرض السكر، ده من النوع الاول. خلينا نعرف تفاصيل ورحب بالاستاذه الدكتوره ناس شلتوت، استاذ البطنه والسكر والغدد الصماء طب قصر العيني. دكتوره ايناس مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. نقدر نقول دي بشرة وامل جديد ولا نقدر نقول ايه يا دكتورة إنيس؟ والله يعني السنة الأخيرة اللي احنا فيها يعني احضرت لينا مجموعة من الأخبار المبشرة. أي. بالذات بالنسبة لمرضى السكر من النوع الأول. اي وافقت حديثا على نوع من العلاجات لمرض السكر من النوع الأول. الحقيقة حاجتين عندي هقولهم لحضرتك. اتفضل. واحد منهم هو مش دواء كدواء، هو نوع من العلاج اللي هو اسمه تيبليزوماب. ده عقار بيستخدم لتأخير ظهور مرض السكر من النوع الأول عند الأطفال والشباب المعرضين للإصابة. دي بقى هنا الجزئية اللي عايزة أناقش حضرتك فيها دكتورة إيناس، أو أفهمها بمعنى أدق. يعني إيه التأخير؟ يعني هو لسه ما اتصابش بالسكر فياخد الدواء ده عشان ما يجيلوش سكر؟ ما فهمتش. بيتشاف الأقارب بتوع مرضى السكر من النوع الأول. آه الوراثة. في دور للوراثة. آه. بيبقى في جينات معروفة. أيوة. بتبقى أكثر عرضة للإصابة بالسكر من النوع الأول. وبعدين بيبتدي يتعمل تحاليل للأشخاص اللي هم الأقارب بتوع مرضى السكر من النوع الأول. التحاليل دي بتثبت إن هم ابتدوا فعلا الطريق إلى السكر من النوع الأول. أيوة. وزي ما احنا عارفين إن في مرحلة في السكر من النوع الثاني بنسميها مرحلة ما قبل السكر. أيوة. هناك مرحلة برضو بتسمى المرحلة الثانية من الإصابة. أيوة. وإن لو اكتشف ظهور هذه المرحلة عند الأطفال ابتداء من سن 8 سنوات بيؤخذ هذا العلاج، والعلاج ده على شكل حقن. وإحنا عارفين أن النوع الأول من مرض السكر بيحدث بسبب مهاجمة للجهاز المناعي، بيهاجم خلايا بيتا اللي بتصنع الإنسولين في البنكرياس وبيقوم بتدميرها. وبالتالي هذا العلاج بيمنع هذا التدمير، بيمنعه جزئيا طبعا. وبالتالي هو بيؤخر من الإصابة، يعني احنا مش بنقول ان هو بيمنع. يمكن يكون ان شاء الله في الطريق حاجات تمنع التدمير بشكل نهائي، ولكن ده بيؤخر الإصابة لان هو بيمنع تدمير الخلايا. طبعا احنا عارفين ان النوع الاول ده بيصيب الاطفال والبالغين وهم في السن الأصغر، وبيتناولوا علاج عن طريق الحقن. أيوة. يا رب يا دكتورة إيناس يبقى يعني خلينا نتابع معاكي كل ما هو جديد، لأنه يعني في النهاية دايما بنقول المجد للعلم. يا رب العلم يقدر يصل لعلاج بشكل قاطع في أمراض كتير بما فيها السكر، لأنه نسبة ناس كتيرة قوي عندها السكر. بشكرك فندم، شكرا جزيلا دكتورة إيناس شلتوت. دور مجتمعي في غاية الأهمية وفي غاية الاحترام بيقوم بيه التحالف الوطني للعمل الأهلي. بنتكلم على
محاولات كتيرة جدا ودور عظيم جدا في رفع معاناة عن المواطنين، تحديدا بنتكلم على الفئة الأكثر احتياجا. مش جديد اللي هقوله على مؤسسة أبو العينين الخيرية، لأنه مؤسسة أبو العينين الخيرية بتعمل في العمل الخيري من أكتر من 40 سنة، ليها أنشطة كتيرة جدا في دعم ورعاية المرضى في تخصصات مختلفة وتخصصات كتيرة جدا. وإحنا كمان هكلم حضراتكم على دخول المدارس، يعني بنتكلم في شهر كده، وحول حضراتكم الدور اللي هتقدمه. شوفوا أنا قبل ما بيعملوا ده أنا بقول لكم، لأن أنا عارف الدور اللي هتقدمه مؤسسة أبو العينين الخيرية للطلبة غير قادرين على حاجات كتيرة قوي هكلمكم عنها ساعة دخول المدارس والجامعة. بس دلوقتي بتقوم بإيه الجمعية؟ دلوقتي بتقوم بتوزيع وجبات على مرضى الغسيل الكلوي والأورام بواقع أنت بتتكلم 10,000 وجبة شهريا. ربنا يزيد ويبارك يا رب الدور ده لمؤسسة أبو العينين. زي ما بقول لحضراتكم هي في العمل الخيري من أكتر من 40 سنة، مساندة محتاجين، مساندة مرضى، دور مجتمعي له كل الاحترام. تعالوا نشوف التقرير ونعود ونتواصل مع حضراتكم.
يوم اثنين، كل اثنين وخميس بنجيبهم من مقر الجمعية. نشاطات خيرية يقدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمختلف محافظات مصر، وذلك دعما للبسطاء بما يساعدهم ويرفع عن كاهلهم بعض المعاناة، وذلك تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي. محمود حافظ، صالة التحرير. موضوع كبير جدا، خطير قوي. الخطر وصلنا، وحتى مسمع في العالم، لكن خطورته في ايه وايه المخاطر بتاعه الذكاء الاصطناعي؟ خليني ارحب بالمهندس احمد طارق اللي هنفهم منه حاجات كتيره قوي النهارده، والنهارده لو ما كفاش لا انا مصره نفهم الناس المخاطر في لقاء تاني. بتشرف بيك وبرحب بيك باشمهندس. يشرفني يا فندم، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك احمد. قول لي ايه مخاطر التزييف العميق؟ انت المره الجايه واحنا في الفاصل كنا بنتكلم هياخد صوتي ويركب فيديو ويعمل لي فيديو، مش كده؟ صحيح، وفي شخصيه كمان تانية ممكن تتكلم مع حضرتك بالكلام اللي حضرتك عايزاه حرفيا، والضعيف تكنولوجيا هنا هو اللي هيتاثر بالموضوع ده ويجري ورا الموضوع ده ويصدق الشائعات اللي دولتنا بتحاربها في البلد هنا. بالظبط. وفي هي دي خطوره. طبعا بتكلم في سلم مجتمعي. طبعا الموضوع حضرتك ان الناس دلوقتي فاكره ان الذكاء الاصطناعي هو ده احنا اللي احنا وصلنا له، اللي هو الناس تغني بصوت الناس او الناس مثلا تاخد صور الناس. زي عمرو دياب وزي تامر حسني طبعا رئيس اوكرانيا عملوا له فيديو حصل. بيطالب يعني الناس فاكره ان هو ده الذكاء الاصطناعي، وده للاسف 5% فقط من تقنيات الذكاء الاصطناعي. احنا طبعا في البدايه كده عايز اقول ان احنا مش هنحارب التقدم التكنولوجي وتقدم الذكاء الاصطناعي او نعم الذكاء الاصطناعي بسوء استخدام الاخرين. لان الذكاء الاصطناعي ليه ايجابيات كتيره جدا، ولكن مخاطره لو واحد وقع فيها مش هيسلم منها خالص. طيب المنتشر على الانترنت دلوقتي زي ما احنا شفنا الغنى، الصور دلوقتي برضو منتشر، مواقع بتحط الصور وتحرك لك الكلام بس بمجرد ما ترفعي له صورة. يعني مش شرط عندك مثلا لو صورة شخص متوفي، لو عندك تقدري تحطي له الصورة للموقع وفي نفس الوقت تقولي الكلام اللي حضرتك عايزاه ويحرك له بقه وراسه وكل حاجة. يعني ممكن نعمل فيديو مثلا لعبد الحليم حافظ بيقول رأيه في حسن شاكوش مثلا. طبعًا. طبعا ويطلع بيشك والناس تصدق، والناس لولا بس الزمن وان هو متوفي كان خلاص. الحاجة الوحيدة اللي بنصدقها بنشك فيها انه الشخص ده اتوفى. بالظبط. فيما عدا ذلك قد كده التقنية مرعبة لدرجة انها تدخل على اي حد بالبلدي كده. طبعا، لانه في دلوقتي من كتر الدقة اللي مستخدمة في انتاج الفيديوهات وانتاج الحاجات، واللجان الالكترونيه اللي للاسف بتاخد الحاجات دي وبتحرك بيها السوشيال ميديا كلها، الناس طبعا بتصدق وسهل جدا تصدق ان الموضوع ده. دي لجان الكترونيه. طبعا اللجان الالكترونيه مش بس بتستخدم التقنيات الذكاء الاصطناعي. اللي عايز اوضحه للناس ان اي بوست منشور على الفيسبوك او السوشيال ميديا عموما الارقام اللي فيه بتتزود، لدرجه ان حضرتك في حسابات وهميه معموله بالذكاء الاصطناعي. معموله ازاي بالذكاء الاصطناعي؟ الحسابات الوهميه دي ملهاش صاحب، ولكن فيها صورة بنت أو صورة رجل. صورة البنت والرجل دي منتجة من موقع اسمه ميد جورني، وبياخدوها بدل ما ياخدوا صور ناس تانية، لا بياخدوا صور ليها ملهاش وجود من الانترنت، وبيعملوا ليها حسابات وبيحركوا بيها السوشيال ميديا. ازاي؟ يعني مثلا لو حضرتك في خبر منتشر على مصر بشكل شائع جدا، الناس تاخد 100 كومنت بالكلام اللي حضرتك عايزاه، يعني تكتبي الكومنتات بالكلام اللي حضرتك عايزاه. يعني بياخدوا الخبر الصحيح، بياخدوا خبر صحيح ويعملوا له شائعه وينشروها على الفيسبوك، ويكتبوا كومنتات تحت بالكلام اللي حضرتك اصلا عايزاه ومش موجود عشان الناس التانيه تصدق. وكل ده معموله بتقنيه الذكاء الاصطناعي، بتقنيه السيرفرات اللي موجوده اللي هي بتجمع اكسس توكن بتاعه الناس. وانا هنا بصفتي خبير الامن السيبراني لازم احذر الناس من حاجه اسمها الاكسس توكن اللي بيتجمع لكم وانتم نايمين في البيت مش عارفين الموضوع ده. الاكسس توكن خد بالك، برضو خد بالك في ناس بتسمعنا فاهمه وفي ناس مش فاهمه، اكيد. فاحنا عايزين نوعي الاثنين. حلو جدا.
طيب الاكسس توكن انه منتشر على السوشيال ميديا او الفيسبوك حاجات مثلا زي اعرف شكلك بعد 60 سنه بيبقى عامل ازاي، الالعاب الالكترونيه الموجوده على الفيسبوك، المواقع الوهميه اللي بيقول لك ادخل شوف خبر الفنان طلق الفنانه كذا، ده بنلاقيها دايما على الصفحات دي. لما حضرتك بتخشي وبتسجلي البيانات بتاعتك بيتاخد منك حاجه اسمها الاكسس توكن، فجاه تلاقي نفسك عامله متابعه لصفحات حضرتك مش عامله لها قبل كده، تلاقي مثلا كاتبه كومنت حضرتك ما كتبتوش قبل كده، عامله لايك او لاف او رياكت ايا كان ايه نوعه لبوست حضرتك ما عملتوش قبل كده، بمعنى صح بمعنى البلدي ان هم بيحركوكي من غير ما تعرفي. يا خبر ابيض. يعني هي دي بسبب الاكسس توكن اللي موجوده، طب ازاي الناس كلها تاخد بالها من الاكسس توكن متاخد او لا؟ تدخل على اعدادات الحساب بتاع الفيسبوك نفسه. تمام. وبعد كده هتلاقي ابس اند ويب سايت. في الخانه اللي موجوده تبع اعدادات الحساب هتلاقوا كميه تطبيقات والعاب انتوا عاملين لها فولو او انتوا مشتركين فيها بشكل رهيب جدا وما تعرفوهاش اصلا خالص. انا متاكد ان 80% من الساده المشاهدين هيتصدموا بسبب الحوار ده، لانه الحوار اللي احنا بنتكلم فيه ده مهم جدا وهو اللي بيخلي الناس تتحرك بناس تانيه. نرجع بقى لموضوعنا للذكاء الاصطناعي وخطورته، ان الناس برضو بتصدق الاخبار المنتشره. انا اول حاجه عايز الناس تاخد بالها من اي خبر منتشر ما تاخدوش غير من الصفحه الرسميه بتاعت الخبر ده. يعني لو مثلا بنتكلم على انا بحزن قوي باشمهندس احمد طبعا. انت بتتكلم في ناس على درجه عاليه من العلم طبعا والثقافه والنخبه يقعدوا يشيروا لبعض بوستات انت تبقى مال تقول يا جماعه ده احمد ما قالش كده صح. يعني ممكن يطلعونا احنا الاثنين بنقول كلام حصل فعلا حصل فعلا والناس تروح مشيره لبعض ما بتفكرش ترجع للمصدر. طب المصدر طبعا نقطه رئيسيه زي ما حضرتك قلتي، المصدر هو رقم واحد، احنا لازم نرجع للمصدر ونشوف الخبر ده منتشر عليه ولا لا، لانه كده كده المصدر لو ما نشرش الخبر ده 100% بيكون الخبر فيك من غير المصدر. ولكن برضو بشكل تقني اكتر لازم نشوف الاكونت اللي ناشر الخبر ده. يعني الاكونت اللي ناشر الخبر ده ندخل على الثلاث نقاط اللي موجوده في الفيسبوك مثلا ونشوف اليوزر نيم، هل هو مقرر متضاف ليه ارقام زياده مثلا مفبرك باليوزر نيم ده واحد. تاني حاجه في موقع عالمي كبير اسمه AI or not، الموقع ده هيساعد ناس كتير جدا عايزها تكتبها في المذكره عندهم AI or not. حتى الموقع عباره عن ان هو ترفعي له صوره مش متاكده منها هيقول لك هل ده ذكاء اصطناعي او لا، مستخدم فيها تقنية الذكاء الاصطناعي أو لا. هل ابنك حل الواجب بالذكاء الاصطناعي أو لا؟ ده كمدرس يقدر برضو يستخدم الموضوع ده مع الطلاب. لأن دي نقطة مهمة جدا، لأن الطفل اللي داخل دلوقتي على تقنيات كبيرة والناس شايف، يعني هو الطفل طالع شايف الناس كلها بتستخدم التقنيات دي بشكل خاطئ جدا. ولكن لما تستخدمها بطريقة صحيحة أو بطريقة خاطئة المدرس نفسه مش هيعرف ازاي ده حلل الواجب بالذكاء الاصطناعي ولا بمجهوده، عشان ما نلغيش برضو عقله. لكن المدرسين دلوقتي لازم يكون عندهم وعي، وهنا نمسك نقطة الوعي ان هي نقطة مهمة جدا بين الناس، لازم يكون عندنا وعي، لازم كلنا نكون خبراء امن بياناتنا عشان خاطر نحافظ على بياناتنا المنتشرة. لازم الامهات والابهات ما ينشروش صور ولادهم وهم صغيرين، لان دي نقطة مهمة جدا. احنا صور ولادنا وهم صغيرين مجرد ذكريات لينا، لكن بالنسبه للناس الثانيه مجرد بيانات متداوله على الانترنت. البيانات دي ممكن تتاخد وتتباع ويتعمل بيها روبوتات وانت ما تعرفش ان صوره ابنك متاخد بعد كده. البيانات دي ممكن تتعمل بيها فيديوهات عن طريق تقنيه الديب فيك، ممكن ابنك يتعب نفسيا. هو التزييف العميق ده بالظبط. ممكن ابنك يتعب نفسيا لما يشوف صورته على او صورتها على جسم مش تمام او مش جسمها بالزبط. ممكن يجي له تعب نفسي بسبب الكلام ده. لان الكلام المنتشر على الانترنت ان هم بينزلوا صور وفاكرين انه الخصوصيه هي في الصور، ولكن ما تعرفوش ان في ناس مختصه بتجميع البيانات دي، لان احنا في زمن من يملك البيانات هو اللي بيكسب، هو اللي يملك السيطره طبعا. بمناسبة من يملك البيانات يملك السيطرة. صحيح. التزييف العميق اديني مثال ممكن يخرب بيوت لا قدر الله طبعا في ايه؟ وحصل. ممكن يأثر على السلم المجتمعي و و و ويسخن انا يعني بتكلم بشكل واضح صح الناس لعمل فوضى ازاي؟ انا بقول لك عملوا فيديو لرئيس اوكرانيا بيطالب مش عارفه ايه تسليم
أسلحة وبتاع، اديني أمثلة. صح، ده في تقنية من وده شركة، وده وارد انه يحصل لكذا رئيس لأي طبعا حد يعني. طبعا احنا بنتكلم كمصر، بنتكلم كوجهتنا كمصر. أي. ولكن احنا هنا من ناحية التقنيات اللي هي العكسية. أي. في شركة اسمها شركة انتل معروفة. أي. عاملة. أي. عاملة قريت بالظبط. عاملة يعني برنامج كبير جدا اسمه فيك كاتشر، بترفعي له الفيديو وتخيلي بيتم تحليل الفيديو ازاي. استاذ عزة بياخد نظرات العين، بيشوف كام رمشة. أيوه. ده واحد. بيشوف تدفق الدم عن طريق النقاط. وده اتنين. تالت حاجة كمان بيتم تجربة الفيديو مع فيديو أصلي كان الرئيس بيتكلم فيه قبل كده، فبيتم مقارنته وكده. أنا ليه خدت الرئيس عبد الفتاح السيسي مثال؟ لأنه هنا في مصر احنا لازم ناخد بالنا من قبل أي حاجة ما تحصل، لأن في جهات ولجان إلكترونية بتاخد الكلام وبتنقل شائعات مهمة جدا. صحيح. بشكل خاطئ، وإحنا صحيح. لازم ناخد بالنا من ده كويس. لازم ناخد بالنا من كل الناس بالظبط، كل التصريحات. يخرب بيوت على المستوى الاجتماعي. طبعا انا جالي متابعين، يعني في استاذة تم نشر صورها على صور جسد تاني قبيح جدا ومش جسدها خالص، وتم كشفه عن طريق التقنيات الموجودة بالذكاء الاصطناعي، وتم ابتزازها الكترونيا بسبب ان هي مش عايزة تكلم جوزها او طالقها، وبسبب ان هو بيتم ابتزازه كده. طبعا احنا على رأس الموضوع بنشكر وزارة الانترنت، مباحث الانترنت. أي. ورقمهم 108 بيحلوا المواضيع بكل سرية تامة. وانا هنا كدوري ان دور التوعية المستمرة بسبب الموضوع ده. أي. لازم تتم اول باول، وفي نفس الوقت احنا ما نمشيش ورا اي مشكلة. طبعا. وفي نفس الوقت انا عايز الناس ترتاح تماما ان لو اي حد اتنشر له فيديوهات زي دي او صور زي دي، مش الفيسبوك نفسه او منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام مش بتسمح لنزول الفيديوهات دي، حتى لو حطها بشكل خاص بيتم حذفها فورا. ولو في مواقع بتسمح لده، فيسبوك بس ولا تويتر؟ جميع منصات. والتيك توك، امال اللي اتنشر ده اتنشر ازاي؟ هو اتنشر لفتره مؤقته وبيتم حذفها، او بيكون حطه بشكل برايفت بينه وبين الضحيه. فالضحيه تفتكر انه اتنشر على العام. طب وده ما بتكونش مركزه. ممكن يعمل حد، يعمل اي فيديوهات يبتز بيها حد؟ طبعا. ويطلب وده بيحصل. فلوس وطرق الابتزاز من الحلول المهمه للتفادي المبتز ان هو يتهددك الكترونيا، ان انت ما تبعتش اي جنيه ليه تماما، وتلجا لعشر اشخاص مقربين ليك، لان المبتز دايما او المخترق دايما بيبقى حواليك 24 ساعة وانت متعرفش، بيجمع عنك بيانات وناسك، ويقول مثلا ده كتب كذا وده مقرب ليك، ويفضل يجمع ممكن شهر عشان خاطر يوصل لحد معين ان هو يقول لك انا كلمته، وهو وتروح انت تتاكد لحد وتخاف اكتر وتضطر تخضع ليه وتبعت له المبالغ دي. ولكن المبتزين انواع، في ناس بتمسك 10 اشخاص قدامهم واللي يتجاوب معاه بمبالغ ماليه يفضل ماسكه طول عمره ويفضل خايف، عنده تخوف الكتروني. فايه اللي بيحصل بقى؟ ان انت لو تجاهلته وما دفعتش فلوس وخرجت من الميديا لمدة شهر وبلغت 10 من الناس انه حسابك مخترق ومحدش يكلم الشخص ده، لو كلمك هو كده كده هيتفاداك وهينساك وهيروح لغيرك يصدق عشان خاطر يفضل كده. فده الحل الرئيسي لموضوع الابتزاز. مشكلة باشمهندس احمد انه البرامج التزييف العميق دي متاحة واي حد ممكن. صحيح. يعملها، والناس مش واعية. صحيح. ان ده تزييف. صحيح. طيب هل ممكن يقفلوا حاجات معينة عندهم، ولا لسه يعني، ولا هم اخترعوا العفريت ولسه ما عرفوش ازاي يصرفوه؟ طيب ده احنا ده تصريح لرئيس شركة جوجل. صحيح. قال انه بيطالب بوضع ضوابط قانونية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. الحقيقة ده يؤدي، يعني ده معناه انه قد كده خطير. أكيد طبعا خطير جدا، وناس كتير اتكلمت على الموضوع ده، وشركات كبيرة زي شركة جوجل. ولكن أنا الحقيقة دايما بناشد كل دولة وبناشد مصر إن هي يكون عندها وزارة أو هيئة للذكاء الاصطناعي عشان التنظيم ده. وبالفعل مصر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أصدر ميثاق للذكاء الاصطناعي إن هو يكون فيه شفافية ويكون في مسؤولية تامة للمواقع المنشورة والمواقع اللي أنت هتستخدمها، لأن أنت عليك مسؤولية إن أنت تحط بياناتك في الموقع ده ولا لا. خد بالك لان في مواقع منتشره كتيره بتستغل ترند الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي دايما ترند،
استاذ عزه لو كتبتي كلمه الذكاء الاصطناعي هتلاقيكي طلعتي ترند بشكل كبير جدا. ليه؟ لانه ترند الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، فبيستغلوا اي ترند عشان ياخدوا منهم بيانات. ففي مواقع فيك او مزيفه منتشره بتقول لك حط صورتك وارفع واعمل وشوف الفيديو في الاخر كلام واستخدم. لو حضراتكم فاكرين من حوالي كام شهر كده، يعني يمكن سنه مش بعيد يعني، صح، والكل قاعد يلعب لعبه حط صورتك بعد 10 سنين كده. وفنانين كتير عملوا ده والناس كتير عملت ده. وبعد الموضوع ده حصل موضوع الصفحات الالكترونيه كتيره المكرره عند الناس، وحصل موضوع برضو صفحات مزيفه لقوهم عند بعض الناس مش كويسه، في نفس الوقت بتنتهك خصوصيه الناس بشكل دايركت او بشكل غير دايركت مثلا. ولكن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لما بيحط ميثاق زي ده احنا لازم نقرا الميثاق ده كويس جدا، ونعرف ان بيتكلم عن الامن والامان للمواقع اللي موجوده والمنتشره. وانا بصفتي هنا انه انا لازم اوعي الناس دايما، ولازم الناس كلها تقرا عن موضوع الذكاء الاصطناعي والمواقع المنتشره. مش اي موقع نرفع له بياناتنا، مش اي موقع نسيب عليه بيانات او فيديوهات معينه، مش اي موقع نصدقه وندخل على كده. في مواقع معروفه. النهارده برضو من خلال برنامج حضرتك حبيت اجيب موقع عالمي عشان خاطر برضو الناس لسه مش عارفه، متشتته، مش متوجهه على الطريق الصحيح. الموقع العالمي ده اسمه AI Tools. احنا بنسمع دايما حاجه اسمها ادوات الذكاء الاصطناعي. صحيح. ادوات الذكاء الاصطناعي دي اللي هي ممكن توظفها في حياتك وتفيدك. ما تلغيش العنصر البشري. بالعكس انت تكون شغال فوقيهم وفي نفس الوقت تحركهم. طيب انت كشغلك مثلا كفوتوغرافر، لو هناخد مثلا المصورين كمثال معين. المصورين مثلا بيحتاجوا حاجات بتساعدهم ان هي تطور من شغلهم او فريمات معينه. صحيح. او ايا كان. موقع AI Tools ده فيه اكتر من 5000 اداة. طبعا انا عايز اعرف الناس ان ادوات الذكاء الاصطناعي الاصليه غالبا بتبقى بفلوس مدفوعه، زي شات جي بي تي، زي غيره، ايا كان. بتبقى باشتراكات شهريه بسيطه. ولكن موقع AI Tools ده بيجيب لك ثلاث حاجات: الفري والفريميوم والبريميوم. الفري اللي هي المجانيه اللي تقدري تخشي تجربي وتستخدميها. تمام. الفريميوم اللي بيديكي فتره مؤقته تستخدميها وفي الاخر بيقلب بفلوس. البريميوم اللي هو دايما بفلوس. انت البدايه على طول بالظبط. الموقع ده كويس جدا انك تشوف تخصصك ايه، وهيجيب لك الحاجات اللي تقدر تستخدمها في تخصصك. هنا بقى احنا مش بنلغي العقل البشري، احنا هنا بنغذيه بالمعلومات الجديده. صحيح. بس السليمه. صحيح. صحيح. طيب. ايه؟ قبل ما اختم لقائي معاك يا باشمهندس احمد طارق، اتفضلي. هل احنا محتاجين تشريع او محتاجين في تشريعاتنا حاجه ليها علاقه بانه ازاي اذا ما انا بقول لحضرتك انه رئيس شركه جوجل نفسه بيقول عايزين ضوابط قانونيه، هل احنا محتاجين نعمل ده؟ فعلا. الضوابط القانونية مهمة في التقدم التكنولوجي عشان خاطر الناس تستخدمها بالطريقة الصحيحة. وأول الضوابط دي إن احنا يكون عندنا وعي احنا بنعمل ايه، وعندنا وعي بالتقدم التكنولوجي ان هو قد ايه ممكن يفيدنا في حياتنا، مش ده الاستخدام بتاعه. ولكن الاستخدام الرئيسي للذكاء الاصطناعي هو مش بس تحليل الصوت او الفيديوهات او هكذا. الذكاء الاصطناعي داخل في الاكل والشرب طبعا. حتى وداخل في الطب، عمليات من غير جراحة. صحيح. وداخل صحيح. في حاجات كتيرة جدا. ويرأسها طبعا عناصر بشرية كبيرة. ومش عايز برضو انا بتكلم في المخاطر. هل محتاجين؟ لانه طبعا ما هي اول تفادي المخاطر الوعي عند الناس. صحيح. وفي نفس الوقت المتابعه الدوريه. احنا عندنا هنا شباب قويه جدا في التكنولوجيا. صحيح. عندنا عقول بشريه مش عقول اصطناعيه. قويه جدا في التكنولوجيا. ممكن تقدر تعمل حاجات ونطور حاجات ونطور برامج بتكشف البرامج الخبيثه والفيديوهات. طبعا محتاجين. طبعا محتاجين ده قوي. إيه هنجهز حاجات فعليه، بس دي بتاخد وقت في التجهيز. اكيد طبعا. انا وباشمهندس احمد طارق ونزعل حضراتكم على الهواء علشان هتلاقوا قد كده مساله ممكن تبقى سهله، ممكن تدخل في البدايه كده بفكره الله فان تعالوا نلعب، لكن لا، المساله مش فن، المساله ليها ابعاد كتيره جدا خطيره ومرعبه. خدوا بالكم علشان تحافظوا على بيوتكم، عشان تحافظوا على اسركم، عشان نحافظ كلنا على المجتمع السلمي. بشكرك. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك باشمهندس احمد طارق. بشكر حضراتكم. اشوفكم بكره على خير. مع تحياتي عزه مصطفى، والى اللقاء.